للصابون أنواع وألوان مختلفة، ويمكن يحتاج الشخص شوية وقت ليتخذ قرار أي صابون أفضل، السائل أم الصلب. دراسات قالت أن الرجال بفضلوا ألواح الصابون التقليدية، بينما النساء بميلوا بشدة لشراء الصابون السائل، كون أغلبهم بميلوا لحب الترتيب والتزيين واختيار المنتجات يلي بتساعدهم على إضافة لمسة جمالية لكل زاوية بالبيت. وهذا يلي بتوفر لهم يا عبوة الصابون السائل بألوانه وشكله الأنيق. لكن اختصاصيي الأمراض الجلدية كان عندهم رأي تاني، فقالوا إنه الصابون السائل بيحتوي على مواد صناعية بتسبب حساسية لأصحاب الجلد الحساس وبتأدي لجفافه. بالمقابل الصابون الصلب مصنوع كلياً من المواد الطبيعية يلي ما بتأذي البشرة. مع هيك الاختيار بين هالنوعين بيرجع للتفضيل الشخصي، لأنه كل من الصابون السائل والصلب بيحمي من الجراثيم وبيقي من فيروس كورونا بشكل كامل إذا تم غسل اليدين لفترة كافية.